أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله، توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله، وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة، وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله، وصيامي رمضان بصدق لأنال به تقوى الله، والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله، والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله. أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله، توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله، وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة، وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله، وصيامي رمضان بصدق لأنال به تقوى الله، والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله، والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله.